كما وورد في النصوص ما يدل على التفريق بين أول فترة الحيض حيث كثرة الدم وبين آخره. من ذلك ما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. والمراد بقولها في فور حيضتها أي أولها ومعظمها. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة. ويستفاد من الحديث كذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تهتم بما يختص بالنساء كمسائل الحيض ونحوها، فنقلت للأمة هذه الأحكام وهذه الفوائد. ولا بد هنا أن ننبه بأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إنما كانت تخبر عن الأمور الخاصة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كإخبارها بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها وهي حائض، لبيان الأحكام الشرعية وتعليم هذه الأحكام للأمة، وليس هذا من التحدث بما لا يجوز الحديث عنه مما يقع بين المرء وزوجه من الأمور الخاصة. لكن هذا يترتب عليه حكم شرعي للأمة، يعني لو لم تقل عائشة هذا الكلام كيف نتعلم مثل هذه الأحكام؟ يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا.